أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم استمرت الأحوال الجوية غير المستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية كنتيجة لاستمرار تدفق الرطوبة المدارية الموسمية لهذه المناطق. خلال الأيام القليلة القادمة يتوقع أن تتسع رقعة تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي في الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية من المملكة. نستعرض تفاصيلها أكثر في هذه النشرة، لكن نبدأها كالعادة بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كميات من الغيوم العالية والمتوسطة الارتفاع في عموم السواحل الجنوبية من البحر الأحمر، في حين خلت باقي مناطق المملكة من الغيوم. نتحدث الآن أكثر حول الأمطار ومناطق تأثيرها وشدتها، ونبدأها من يوم الأحد وخلال الأيام القليلة القادمة. يوم الأحد تبقى الأحوال الجوية غير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية، بالإضافة لأجزاء من أقصى جنوب شرق المملكة، تحديدا على الحدود العمانية الإماراتية السعودية. يوم الاثنين لا تغيير على الحالة الجوية، تستمر الأحوال الجوية غير مستقرة في عموم المنطقة الجنوبية الغربية، مع اتساع في رقعتها لتشمل مرتفعات الطائف وأيضا مرتفعات شرق مكة المكرمة، بالإضافة لأجزاء من جنوب منطقة الربع الخالي. يوم الثلاثاء المزيد من الاتساع على رقعة تأثير الأمطار لتشمل كل من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مرتفعات الطائف ومكة المكرمة، تمتد تدريجيا نحو مرتفعات المدينة المنورة، مع مؤشرات على اتساع المزيد من الاتساع على رقعة الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع تشمل المنطقة الشمالية الغربية. نستعرض الآن هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة لاتساع واشتداد حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يتمركز مرتفع جوي في طبقات الجو العالية في أقصى شمال شرق المملكة، يعمل على اندفاع لتيارات رطبة قادمة من بحر العرب باتجاه الأجزاء الغربية من الجزيرة العربية، وبالتالي هناك اتساع في رقعة تأثير الأمطار في عموم المنطقة الجنوبية الغربية، ثم تدريجيا وخلال النصف الثاني من الأسبوع الحالي تنتقل هذه الفعاليات الجوية شمالا باتجاه منطقة المدينة المنورة، ثم منطقة تبوك، أجزاء من غرب حائل، وأيضا أجزاء من غرب منطقة الجوف خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبالتالي خلال الأسبوع الحالي كما ذكرنا هناك أحوال جوية غير مستقرة في أغلب مناطق أو مرتفعات المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية، لكن لا توجد أي مؤشرات على وصول هذه الغيوم الرعدية نحو المناطق الساحلية باستثناء أقصى جنوب المملكة العربية السعودية، تحديدا سواحل جازان التي قد تشهد لوصول هذه الغيوم الرعدية خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء غالبا صافية مع 32 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة 30، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين 44 إلى 29، الثلاثاء 43 إلى 30 درجة مئوية، ويوم الأربعاء فرصة لزخات متفرقة من الأمطار كنتيجة لامتداد لهذه الرطوبة المدارية 43 إلى 32 درجة مئوية. استعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في المدن السعودية لنهار الاثنين. نبدأها شمالا، تبوك أجواء حارة 41 إلى 27، سكاكا 44 إلى 31، وعرعر أجواء شديدة الحرارة مع 46 درجة مئوية، أما الصغرى 30 درجة مئوية. غربا نحو المدينة المنورة 44 إلى 31، جدة 35 إلى 31، مكة المكرمة 42 إلى 32، والطائف فرصة لزخات من الأمطار 34 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة زخات رعدية من الأمطار 30 إلى 21، أبها 31 إلى 19، جازان 36 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 44 إلى 31، حفر الباطن 46 إلى 31، والإحساء 46 إلى 29 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 44 إلى 29، نفس الأجواء والحرارات في بريدة، أما حائل 41 إلى 24 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.